والله زعلان يا اخوي جا فيني قال طيب تعال خذ عافيتي واعطيني الباقي اللي عندك انت بخير. صحيح الرجل هذا حول حياتي فعلا، حسيت انه انا ما فيني شيء. اقول لكل واحد يا المهاب احمد ربك، ويا ليت اذا في بلاء من الله يبتلي احد انه يبتلي بالمهاب، لان احنا قاعدين نمارس حياتنا طبيعيه جدا وعايشين حياتنا وما عندنا اي مشكله.